السلام عليكم بابي. This is your homework. Number three and number four from سورة الجمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومرتين نمبر 3 نمبر 4. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Okay.